عزت دمشق عبر التاريخ بأسواقها، ولكل سوق فيها طابع معين وميزة فريدة يختلف فيها عن الآخر. أسواق الخضار أيضاً في دمشق لها ما يميزها، فهنا في سوق التنابل أحد أسواق الخضار في المدينة تستقبل الخضروات الزوار بطريقة خاصة مجهزة للطهو ومغلفة بأكياس شفافة من الكوسة والباذنجان المحفور مروراً بالبقدونس المفرومة وغيرها من الخضار وحتى المونة. تشتهر بالخضرة الجاهزة يعني الفاصوليا مثل مقطعة، بامية مقمعة، البازيلا، الفول المفطفط، يعني هو توفير على الستات يعني، وفي ناس في هذا السوق له زباينه يعني. كل شيء حتى كمام قشرة، مقدوس، مربى، كل شيء عم نساوي كل شيء الحمد لله. التنبلة كلمة متداولة بين العامة في سوريا وتعني الكسل، ويعود تاريخ سوق التنابل حسب سكان الحي إلى تاجر خضار بمنطقة المزة يدعى أبو عدنان. يقال إنه أمر نساءه الأربع بحفر الباذنجان والكوسة لبيعهما لأبناء الحي عام 1989، وخصيصا للنساء الكسالى. وبعد أن حققت فكرة أبي عدنان مكاسب مادية كبيرة قلدها معظم بائعي الخضار في المنطقة، ثم تجمعوا في حي الشعلان وأسسوا السوق. زبائن السوق تغيروا مع الوقت، ولم يعد يقتصر على الميسوريين، بل تعدتهم إلى سيدات عاملات يطلقن عليه تسمية سوق المضطرين. كثير ضروري، في كثير نساء عاملات والدوام كثير طويل، وشي طبيعي انه تعتمد النساء على شيء جاهز يعني ويساعدهم بسرعة بالطبخ والاعمال اعمالهم الكثيره المنزليه يعني. اننا بيقولوا انه هي المره بتنام لساعه 12، قلت لهم لا، النسوان بيشتغلوا اكثر من الرجال، هيك بشوفهم انا، عندهم عملهم، عندهم الاولاد، عندهم تنظيف البيوت، عندهم طبخ، عندهم 100,000 شغله. هو بيسهل عليه يعني، هلا بهالظروف المراه لازم تكون مراه عامله، فانه بالعكس هو بيسهل عليها شغل اكثر، ولا بالنهايه هي رايحه تطبخ ورايحه تدي وجباتها كامله. يعني هنا ما بفيقوا الساعه 12، هنا بفيقوا الساعه 8 او الساعه 6:30 اذا بدك، مشان المدارس هلا بيودوا اولادهم على المدرسه وبينزلوا على شغلهم، بيرجعوا بيطلعوا الساعه 5 او 6، شو بدهم يساووا؟ بيجوا بياخذوا الشيء اللي بيلاقوه اسهل واسرع لانه يشتغلوا وبيشتغلوا. يوفر سوق التنابل ايضا العمل للعديد من النساء المحتاجات اللواتي يشتغلن بالمونة والخضار ويبعنها في السوق. والله في ورشات عم يشتغلوا، بتعرفي يعني في ناس ايتام يعني درويش بيشتغلوا كانوا يعيشوا، وعم يشغلوا هالعالم بهالشغلات يعني، وشغلات حلوه. في ناس تشتغل بهالمجال هذا مختصين بهالمجال، واغلبهم يعني من طبقه الفلاحين يعني، اللي هن بيزرعوا هالماده هي، واوايد بيشتغلوها هن بايدهم كمان، هن بيجهزوها للناس اللي بتشتريها. هلا هو راحه لنا وافاده لغير نساء، عرفتي كيف؟ مش لانه بس انه راحه لنا، كمان في نسوان قاعده بالبيت ما عم تشتغل شيء. لم يعد سوق التنابل سوق للكسالة فقط كما كان يطلق عليه سابقاً، وإنما منفذ للمرأة العاملة في عصر سبع صنايع والبخت ضايع. للإخبارية السورية من دمشق، ميسان حمدان.